كم ترى لا تعطونا المعلومة من هسه أقول لكم. لا ترى هم مو معطينا نهائيا المعلومة. الليجن. نعم. كلمة اسمها الليجن. هاي بالعامية بالفصحى شنو؟ عندك 20 ثانية. ما سامع كلمة الليجن؟ الليجن أول ابن فصحى. سهلة. شنو؟ ما أعرف أول مرة. ثقل يعني ثقل؟ نعم. ثقل؟ لا. ثقيل يعني؟ يعني هسه انا ما عندي شيء استاذ عمر. اصدق بالله ما عندي المعلومه والكنترول بدا الوقت وهم عندهم المعلومه. يعني ما تغير السؤال؟ ها؟ تغير السؤال؟ انا بالعشائر دائما يقولون فتشي سبحومبي. لا مو سبحومبي. طشي. لا فتشي بالعشائر ورا ما ياكل وستنتهي العزيمه والوقت انتهى يقول جيبوا اللقن حتى يغسل الضيف ما يخلوا يقوم يروح للمغاسل اكراما الى يقعد يجيبوا له اللقن اللي يغسل به الضيف. بس باللغه العربيه الفصحى شو اسمه يعني والله يعني صعبه يعني طاسه يسموها مثلا هم بال صعبة. هم تكون عاميه صعبة. ممكن اناء الاناء الغسول ممكن يعني الطاسه هذا بالعاميه مو بال اي احنا نريد باللغه العربيه الفصحى بال... اي بالعاميه صعبه يا حسين بالفصحى اناء كبير. مبروك عليك الجائزه اللي هي طبعا بقيمه 70 شكرا لاتصالك احمد نورتنا. شكرا لاتصالك يا احمد ويانا.